بديلك نافية المانجا لمريض السكر لكيتو داي. مكسرات أي نوع أنتو بتحبوه بتفضلوا، أي نوع مكسرات أنتو بتفضلوا. 400 جرام، 100 جرام زبدة سايحة، نخلط المكونات مع بعض هيك أصبحت جاهزة. نص كوب بالكوب القرع اليقطين، يمكن استخدام أي نوع من اليقطين موجود عندنا بالسوق. نسلق اليقطين وهيك مثل البطاطا بنفحصها بنشيك عليها. مسموح للكيتو دايت ها كربوهيدرات تقريبا من 50 إلى 20 جرام كربوهيدرات في اليوم. نوضع اليقطين كريمة طازجة، الكمية اختياري، كمية بديل السكر ستيفيا أيضا الكمية والنوع اختياري، ممكن نوضعها ممكن ما نوضعها حسب رغبة. قليل من الفانيلا ومنخفق، نوضع الكريمة، نوضع المكسرات. هي وصفة كتير كتير روعة للكيتو، وهي تقريبا كربوهيدرات يعني تقريبا يعني معدمة ما فيها كربوهيدرات. نوضع بنزينها بالفستق حلبي. عندي أكثر من 600 وصفة صحية، مهتم بالغذاء الصحي، يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.